هنشرح مع بعض ازاي تشوف 3D على اليوتيوب، اي فيديو 3D على اليوتيوب حتى لو ما كانش عندك نظارة او الشاشة بتاعتك 3D. ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، وهي خاصية موجودة في اليوتيوب، هنتعرف عليها مع بعض. هنفتح موقع اليوتيوب عادي خالص، تمام. اول حاجة ازاي نجيب فيديوهات 3D لو ما كناش نعرف؟ يعني بنعمل سيرش عادي على اي عن اي حاجة احنا عايزينها، ولو في نتائج 3D هتطلع لنا. وليكن مثلا اعمل سيرش على كلمة مان كمثال، تمام، بالشكل ده يطلع لك نتائج البحث. بعد كده تضغط على فلترز اللي هو بيحدد لك ايه نوعية الفيديوهات اللي انت عايزها. هتلاقي هنا 3D، هتضغط على 3D فهيجيب لك نتائج البحث اللي لها علاقة بالكلمة اللي انت بتدور عليها، الفيديوهات 3D، تمام، بالشكل ده. هنفتح اي فيديو منهم نشرح عليه، وليكن ده مثلا، تمام. الفيديو بيفتح، الفيديو طبعا هيفتح بتقنية 3D. عايزين نتعلم بقى زي ما قلنا ازاي تتفرج على الفيديو 3D ده من غير ما يكون عندك نظارة، ومن غير ما يكون عندك الاوبشنات اللي انت محتاجها، الاوبشنات اللي انت محتاجها عشان تتفرج على الفيديو 3D. نوقف الفيديو، هنيجي على العلامة دي اللي هي السيتنج، تمام، هنضغط عليها. بعد كده هنلاقي الخيارات دي، هنخش هنا على اوبشنز، هيفتح لنا القائمة دي. هنبص تحت هنا هنلاقي كذا اختيار، تمام، الاختيارات اللي هي الريد والجرين والبلو. الاختيارات دي اللي هي بتاعة النظارة، لو واحد لابس نظارة 3D بيختار اختيار من الاختيارات دي، ودي اختيارات تانية. الاختيار اللي احنا هنقف عليه اللي هو نو جلاسز، اللي هو ايه، من غير نظارة، هنقف على الاختيار ده كده، تمام، ونشغل الفيديو. هنلاقي الفيديو اتقسم نصين، يعني الفيديو بقى شغال على الشاشة بس، شغال هنا فيديو وشغال هنا فيديو، نفس الفيديو، تمام، زي ما احنا شايفين كده. طيب هتشوف الفيديو ازاي 3D؟ الطريقة دي اللي انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتبص زي ما احنا شايفين كده في نقطتين فوق كل فيديو، فانت هتحول عينيك حول بسيط كده. الموضوع جد على فكرة، مش هزار، هتحول عينيك حول بسيط كده بحيث ان انت تبص للجزء اللي هو اليمين، جزء اليمين بعينك الشمال، والجزء الشمال بعينك اليمين، تمام. فتحاول تعملها، طبعا هي صعبة مش سهلة، بس يعني محتاجة بس تعود شوية. وبعد كده اول ما عينيك هتبدأ تعود عليها، هتلاقيك لاحظت البعد التالت فعلا في الفيديو. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت برضو تحول عينيك بنفس الشكل، ولكن النقطة دي والنقطة دي هتحاول تخليهم يتلاقوا عند نقطة واحدة، تحاول تخليك تشوفهم نقطة واحدة بس في الفيديو. لما تشوفهم نقطة واحدة بس وتركز عليهم بالشكل ده، هتبص للفيديو هتلاقي الفيديو بقى 3D قدامك. طبعا الموضوع مش سهل في الأول ومحتاج تعود، لكنه بعد كده هيبقى سهل جدا وبسيط. نشغل الفيديو اهو مع بعض. لو جربنا الطريقة دي، انا بجربها اهو وشايف الفيديو فعلا 3D. والطريقة دي طبعا من الطرق المشهورة جدا اللي اليوتيوب بيعتمدها.